كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. جدول الأعمال تضمن مجموعة من الاتفاقيات يبلغ عددها 14 اتفاقية، منها ما يدخل في العقد البرنامج بين الجهة والدولة، ومنها ما يدخل في إطار تقليص الفوارق المجالية بالجهة. كذلك كانت ضمن نقاط جدول الأعمال مشروع الميزانية، الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2022 لجهة فاس مكناس، بالإضافة إلى عدة نقاط أخرى منها ما يتعلق باقتناء بقعة أرضية، وما يتعلق بموضوع التكنوبارك فاس سايس، وما يتعلق بانتخاب أو انتداب ممثل عن المعارضة في لجنة الإشراف والتتبع المتعلقة بالوكالة ديال تتبع أشغال الجهة، وكذلك انتخاب ثلاثة أعضاء من اللي في إطار جمعية ما مجموعة جنان السبيل. تابعتم لا شك كلكم من منابر المختلفة وقائع هذه الجلسة، والتي حكمتها خلافا لما كان يترقبه البعض، الخلاف والاختلاف ساد فيها التوافق والتعاون والانسجام، إلى حد أن قد أجازف وأقول بأن أغلب النقاط إن لم أقول كلها تم التصويت عليها بالإجماع بما فيها الميزانية وفق ما لاحظتم، وهذا أمر يدل على عدة دلالات. الدلالة الأولى هي جودة التحضير لهذه الدورة أو لهذه الجلسة، بعدما تبين صواب ملتمس التأجيل الذي كان يوم 4 من مجموع المكونات ديال المجلس، والذي أيضا كرئيس للجهة كنت لا أرى مانعا في ذلك لأن أسبابه كانت واجهة. بل أكثر من هذا، بعد رفع الجلسة جاء مستجدا كان من شأنه أن يؤثر في البرمجة وفي قراءة الفصول ديال الميزانية ديالنا، خاصة إذا علمتم بأن الأمر يتعلق بإضافات لميزانية الجهة من طرف مخصصات وزارة الداخلية الدولة في شخص وزارة الداخلية لجهتنا. هذه الإضافة كان لابد من أخذها بعين الاعتبار عند البرمجة، ولو لم يكن هذا التأجيل لكنا مضطرين إلى عقد دورة استثنائية لملائمة ميزانيتنا مع هذا المستجد، وبالتالي ما يمكن نكون إلا مرتاحين لما تم في الجلسة السابقة وما تم في جلسة اليوم. شكرا.